اتأخرت ليه؟ ليه اتأخرت يا ترى؟ يا ترى ليه اتأخرت يا ترى؟ اتأخرت ليكي؟ هو حضرتك بتطلعي منين بالظبط؟ المفروض حضرتك تيجي من هنا اهو. جرى ايه يا بنت؟ انا ام عمر، يعني لو تفتحي الحنفية هتلاقيني خرجالك منها. انت نسيتي ان انا مخاوية؟ لا لا حضرتك ما انساش، انا نسيت حضرتك اساسا. انا كنت عايزة منك ايه؟ انا افكرك. امسكي. مش عايزة حضرتك، مش عايزة. الله، ايه ده؟ ده عمل. هو ده بقى العمل. اسمعيني كويس، العمل ده تحطه له في العصير من غير ما يعرف. تحطه له في العصير من غير ما انا اعرف. هو مين ده اللي انت طلبتيه علشانه؟ ان شاء الله اول ما يشرب العصير هيقع على جدور رقبته. لا لا بلاش يقع على جدور رقبته، لحسن جدور رقبته اللي هي القطنية دي ممكن توجعه. على جدور رقبته يعني يموت فيك يا عبيطة؟ هيموت فيا ان شاء الله. الله يرحمه، الله يرحمه. ان شاء الله بعد اسبوعين هتتجوزوا وتخلفوا كمان. هنخلف بعد اسبوعين؟ ياه، ده عمل ما اتعملش قبل كده. في الاذن انا بقى، عشان عندي ميعاد مع خطيبي. اتفضلي حضرتك اتفضلي. عندها ميعاد مع خطيبها هنا. أم العفيت، أم العفيت، أم العفيت، أيوة يا إنجي. ما والله وحشتيني، بس يعني مشغول بقى أنت عارفة يعني. طبعا، وهدى وحشتني جدا، وسلمى ونادية كلكم وحشتوني. يا رب نخلص. لا هاجي هاجي يا بنتي. بص اقول لك على حاجه، انا ما اقدرش طبعا اقعد يوم من غير ما اشوفكم يعني. هاجي. مش هتاخر لو ايوه خالد، ايوه في الكافيه يا خالد. حاضر حاضر. كنا بنقول بقى ايه قبل انجي ما تتصلش يعني؟ كنا بنتكلم على الضابط اللي جاي لي بعد شويه. ضابط؟ انت عملت حاجه ولا لا؟ لا لا طبعا. نادر ده انا وهو اصحاب قوي من واحنا اطفال، كنا بنلعب مع بعض، غير ان هو مطلق من اسبوعين.